السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم على قناه سكويلا. اليوم غنديروا الصفحه 44 وغنخدموا ثلاثه ديال لي زيكسيرسيس 30 31 اي 32. اذا بروميير اكزرسيس، اذا اكزرسيس 30 سامبليفي دابور بوي كالكولي. اذا في الاول غادي نسامبليفي يعني نديروا اختزال، من بعد عاد نحسبوا. اذا عندنا شحال 8 ديال لي زيكسبرسيون، اذا فهموا الطريقه كيفاش غادي نديروا، فهموني مزيان وسمعوا الهضره ديالي. اذا باش نسامبليفي وكنديروا ايغال، كنلاحظ بان عندي 11 و 22. اذا 22 انا باش نسامبليفي هي 11 الاولى، غادي نشرحها لكم ولكن من بعد نبقى نخدموا بروفيسيونيل. اذا 11 فوا 2 سور 11 فوالا ملتيبليي 13 فوا 1 13 فوا 1 سور 13 فوا 2. اذا انا كنبين لكم كيفاش كتتم عمليه ديال السامبليفيكاسيون ديال الاختصار. صافي، اذا باش نسامبليفي وقلنا الا كان عندنا العدد في المقام خاص نقلبوا على خوه في البسط، الا كان العدد في الدينوميناتور خاص نقلبوا عليه باش في النوميراتور. اذا عندنا هنايا 11 غنسامبليفيو بلو 11، وهنا غنسامبليفيو باش بلو 13، مفهوم؟ اذا مازال غادي نسامبليفيو عاوتاني بلو 2. اذا لو 2 هنا ولو 2 هنا، اذا شحال تبقى ليا هنا؟ اي عدد كنشطب عليه كنعوضو بعدد واحد، اذا واحد في واحد واحد في واحد ايكالا ان، على هنا موقع عدد يعني ايكالا ان، اذا ا كتساوي ليا ان، مفهوم؟ اذا هذا هو السامبليفيكاسيون. غادي نمشي لكسبرسيون بي، اذا نفس الشيء غنديرو ايكال، نحاولو اننا نسامبليفيو. اذا عندي 24 و 28، إذا باش غادي نسامبليفي هنايا باش نحصل على مثلا 12، إذا نسامبليفي فوا 2. صافي، فوا 2 هي غتعطيني مثلا 2 ميتيبلي بشحال؟ فلو 14، تخي بيان. إذا 2 في 14 غادي نشركهم كاملين هنايا في 12 هي 4 في 3، مزيان. إذا هنايا 24 هي 4 فاش في 3 كتعطيني 12، كنضربوها في 2 كتعطيني 24، مزيان. عاد كنضربوها 21 اللي هي 7 على مضروبة في 3، واضح؟ اذا كتساوي، دابا غادي نسامبليفيو. عندي 3 مشات مع 3، 4 مشات مع 4، 2 مشات مع 2، اذا كتبقى لي 14. هنا 14 هي 7 فوا 2، كان عليا من الاول مسطا. اذا غادي نمشي تمشي 7 مع 7 وغتبقى لي هنايا 2. اذا فات لا كولون في المقام في البسط غتبقى لي 2، وفي المقام غتبقى لي 3. اذا هذا هو لا بون ريبونس. إذن لا سامبليفيكاسيون كنظن من هنا القدام ما غنلقاوش معاه مشكل. هنايا انا نعاود نبين لكم هنا كيفاش درنا، يعني درنا ايكال، حيت كاين اللي غيسولني هذا السؤال. درنا هي 16 مضروبه 27 قسمه على 18 مضروبه 16. اذا 16 كاينه عندي الفوق بلا ما نعاود نديرها. هادشي علاش انا عاد فككت، خاصني ندير قبيله في التمرين بحال هكا عاد نفكك. اذا كتساوي غادي نفكك 18، اذا 18 شنو هي؟ اذا هنايا ان سامبليفي وبعدا ب 16 نحيدو علينا من الطريق. اذا نحيدو 16 غتبقى لنا غير 27، و 27 ما هي الا 27 هي 3 ملتيبلي فوا 9، و 18 هي 2 ملتيبلي فوا 9، مزيان. اذا غنسامبليفيو بال 9 وغادي يبقى لينا، اذا ايكال شحال غادي يبقى لينا؟ غنسامبليفيو قلنا بلو 9 غيبقى 3 سيغ 2. اذا نحاول نكتب انا ريزولتا كولور ديفيرون، اذا 3 سيغ 2 فوالا. اذا نمشي لكسبرسيون الاخر ونخدمو انا دابا بروفيسيون. إذا غندير إيكال مباشرة،
إذن هنايا 33 هي 3 في 11، إذن غتبقى لي 3. هنا 8 ما غتبقاش، يعني غيبقى بلاصتها واحد. عندي هنايا 56 هي 7 في 8، غيبقى لي 7 لأنني غادي نسامبليفي بالويت. وهنايا غتبقى لي 2. علاش غتبقى لي 2؟ كي درتي ليها لأن 2 في 11، وحدا هنا 3 في 11 غنسامبليفيو بال 11. إذا كتساوي هي 3 سور 14. إذا هذه هي الخدمة اللي كنسميها أنا خدمة بروفيسيونيل، تعلمت نسامبليفي، خاصني نبقى ندير بحال هكا، يعني داكشي نحسبو في السما. نمشي للسويفون. إذا هاد ليكسبريسيون، ما 8 ما قابلاش قسمها على 35، ما قابلاش قسمها على 3، 11 كذلك ما قابلاش. إذا أنا ما عنديش سامبليفيكاسيون، غنطبق الكالكول ديريكت اللي هو 8 في 11 ديفيزي على 35، 35 فوا 3. إذا كيعطيني هو 88 سير هنايا 15 بقى 105. إذا هذا هو الريزولتا فينال. نمشيو ليكسبغيسيون اللي من موراه. دونك فهاد ليكسبغيسيون غنحاولو أننا نضربو فاش في 100، غنضربو في 100 هاد العدد هذا، غيعطيني شحال؟ 14. إلا ضربناه إذا يولي 14 على 700. ومن بعد خاصني نقلب على المضاعفات، ملتيبلي في 10 سور 21. إذا نحاول أنني نشرك كل شيء لأن عندي الضرب، ندير البسط مع البسط والمقام مع المقام. إذا غنكبر لالين ديالي، أنا كنقلب على لو 7. إذا هنايا هي 7 فوا 2 لو 10، غنخليوها هي علاش؟ لأن غادي نحتاجوها. عندي 700 هي 7 ملتيبلي في 10 كتعطينا 70، ملتيبلي في 10 كتعطينا شحال؟ حيت 10 في 10 هي 100، 100 في 7 كتعطينا 700، مضروبة 21 هي 7 مضروبة في 3. صافي، راه إلا ما كنتش حافظ جدول الضرب راه ما نعرفش نسامبليفي. إذا رانا سامبليفيكاسيون، مشات لو 10 مع لو 10، مشات لو 7 مع لو 7، مشات لو 2 مع لو 10. اذا هنا غتكون 5 فوا 2. اذا مشات هاد لو 2 مع هاد لو 2. اذا شنو بقى لينا؟ بقى الفوق ما بقى حتى حاجه، اذا غادي نعوضوه بواحد، ولتحت بقات لينا 5 فوا 3 اللي كتعطيني 15. مزيان، اذا انتوما وليتو غاديين وكتفهموا شنو معنى سامبليفيكاسيون. إذن فهاد إكسبريسيون غنحاولو أن العدد الثاني غادي نضربو في 10، والأول غادي نقسمو على 10، غادي يولي لي هو 16 على 10 مضروب في 30 على 4. إذن كيساوي، بلا ما نديرو هاد السامبليفيكاسيون الطويلة ولا نديروها، واخا نديروها، إذا نحلو 16 شنا هي؟ هي 4 ملتيبلي في 4 مضروبة 30 شناهي؟ هي 3 فوا 10. 10 شناهي؟ 10 شناهي؟ 10 كاينة نحيدوها، فوا 10. لتحت غتبقى عندنا 10 فوا 4. صافي، إذا غادي نجيبو نسامبليفيو الأعداد ديالنا. 4 مشات مع 4، 10 مشات مع 10. إذا لتحت مابقى والو، الفوق بقات لينا شحال؟ بقات لينا 12. إذا الفوق إيكال أ 12، 12 سور 1 اللي كتعطيني 12. مزيان، إذا نمشي للإكسبريسيون سويفون. إذا فهاد التمرين نحاولو نحيدو الفاصلة، يعني غنضربو كلشي فوا 10، غتعطيني 15 سور 25 ملتيبلي 5 سور 3. إذا إيكال نسامبليفيو مباشرة. إذا عندنا هنايا هي 15 هي بليتو 5، واخا ابنتي 5 فوا 3 على 5 فوا 5، نطولوه ملتيبلي 5 على 3 و 4. إذا هنايا غادي نسامبليفيو، 5 مشات مع 5، 5 مشات مع 5، 3 مشات مع 3. هنا غيقول لي واحد، غيجي وغادي يكتب لي ايغال
أزير. نو فو، هذا خطأ فادح غادي ترتكبه. إلى سامبليفينا بالأعداد كاملين، يعني أي عدد كنضرب عليه كنعوضه برقم واحد. إذا هنايا غادي نعوضه برقم واحد، هنا رقم واحد، هنا رقم واحد، هنا رقم واحد، هنا رقم واحد، حيت كاين بوحدو، هنا رقم واحد. إذا هنا غادي نضرب واحد في واحد في واحد، ما غتعطينيش زيرو، ولكن شحال تعطيني؟ غتعطيني واحد. فوالا، إذا هادشي اللي بغيت نوصل لكم فكرة باش ما تمشيش غالطين ولا زارقين في هاد القضيات. إذا هنايا غادي يعطينا واحد في واحد في واحد كيعطيني واحد، وهنا واحد 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 كيعطيني واحد. إذا واحد على واحد كيساوي واحد. إذا نمشي للتمرين الموالي. اكزيرسيس 31، كالكولي اي سامبليفي سي سي بوسيبل. إذا ربعة ديال ليزيكسبغسيون خاصنا نكالكوليو عاد نسامبليفيو. إذا حنا نحاولوا أننا نسامبليفيو عاد نكالكوليو إلا كان سي بوسيبل. حنا نقلبوا السؤال صافي باش نسهلوا علينا الحساب. إذا غادي نحاولوا أننا نسامبليفيو. إذا نخليو العدد الأول اللي هو واحد على ثلاثة، العدد الثاني غادي نقسموه على جوج غيعطيني واحد على ثلاثة. غنبينوها لكم كاع حنايا باش ما تقولوش ملي جبنا واحد على ثلاثة، ثلاثة مضروبة في جوج مضروبة 18 هي 6 في 3 قسمة على 3 6 في 3 القسمة على 3 في 4 3 4 في 4 واخ. دابا هنا غادي نديرو سامبليفيكاسيون. ارانا دابا نشوفو العدد اللي عندنا في البسط نحيدو من المقام. ها هو نبداو بدو هو الاول، ها هو نبداو بلو 3 ها هو لو 6 غنبداو بلو 6 هنا و لو 3 وغيبقى لينا 2. عاوتاني غادي نسامبليفيو بهاديك 2 مع هاد لو 4 غتبقى لينا هنا 2. اذا دابا الاعداد اللي بقى ليا هما اللي غادي نحسبهم. اذا المجموع شحال باقي؟ اذا نحل القص ديالي شحال باقي عندي هنا؟ واحد واحد. اذا هنا بقى ليا واحد، وهنا بقات ليا 3 في 2 هي 3 ملتيبلي في 2 هي 6. اذا الخارج ديالي هو 1 سور 6 فوالا. اذا نمشي ليكسبريسيون الثاني. يلاه هضر معايا دابا. قلنا غادي نحلوا الاكواز ديالنا، نختازلوا شنو؟ 5 مع 10. اذا 5 ملي غادي نشطبوا عليها، ملي شطبنا عليها هي 10. شحال تبقى ليا هنايا؟ جوج. اذا نقول الكسر ديالي وهنايا عاوتاني زيد وغنسامبليفيو 3 مع 6، 3 مع 6. اذا شحال يبقى الفوق؟ فوق جوج، لتحت جوج. واخا هي هادشي اللي غادي نكتبو دابا هنا ياك. اذا هنا شحال باقي ليا؟ واحد. علاش واحد؟ حيت واحد على واحد كيعطيني واحد. في ياش هنا شحال عندي؟ واحد. واخا غادي نسد القوس، غادي ندير عاوتاني ملتيبليكاسيون. فاش نحل القوس هنا شنو غنديرو؟ فوالا غادي تمشي 3 مع 3، غتمشي 2 مع 2، وبقات لنا واحد على واحد على على 4. غتبقى واحد على 4. في الضرب ما عندناش مشكل مع الاقواس، سواء حيدناهم ولا خليناهم ما عندناش مشكل. اذا واحد في واحد كتساوي واحد مضروب في واحد على 4. اي عدد كنضربو في واحد شنو كيعطيني؟ كيساوي نفسه واحد على 4 قاش من واحد. اي عدد كنضربو في واحد كيساوي نفسه ماشي واحد. فوالا اذا قلنا هنا غتساوي. اش غادي نديرو؟ اذا ايكال العدد الاول غادي نسامبليفيو ب 5. حنا غادي نمشيو بعدد بعد. هنا الا قسمنا على 5 وهنا على 5 شحال غيعطيني؟ 5 على 8 صافي. نعم. مضروب هنا الا قسمنا في 5 هنا شحال غتعطيني؟ 8 على 5 16، حيت 40 كتعطينا 8 وهادي تعطينا 16 على 5 16 على 15 صافي. وهذا غيبقى هو ما يمكنناش نسامبليفيو. تعود على 8. اذا باش غادي نسامبليفيو؟ غادي نمشيو 8 مع 5 على 5. غادي نسامبليفيو 5 مع 15 شحال غتبقى لينا هنا؟ 3. و 8 مع 16 غتبقى هنايا 2. هنايا ما كيبقاش وعندي بلاتي ما زالش من العدد. راه عندي جوج هنا، عندي ثلاثه. نديرو عمليه واخا، نخليو باش نبينو باش ما ندوخوش ياك. واخا اذا هنايا شحال غيبقى ليا؟
واحد بلا ما نكتبوها هو واحد فيه. زيد هنا شحال غيبقى ليا؟ جوج على ثلاثة. جوج على ثلاثة مضروبة. وهنا شحال غيبقى ليا؟ تسعود على ثمانية. تسعود على ثمانية. غنديرو دابا عاوتاني سامبليفيكاسيون باش ما ندوخوكمش ياك. واخا غادي نسامبليفيو بجوج مع ثمانية. شحال تبقى هنا؟ أربعة. ثلاثة مع تسعود. ثلاثة مع تسعود وغتبقى هنا ثلاثة. إذا شنو هو العدد فينال عندي؟ هو واحد ثلاثة على أربعة. بلا ما نحسب واحد في ثلاثة ما كنت صافي. ثلاثة على أربعة على أربعة. شوف الإكسبريسيون اللي مورا فوالا. إذا غنديرو تساوي شنو؟ يلا سامبليفي ليا. نحلو القوس ديالنا. يلا زيد 150. علاش ما نديروش حنايا من الأول نديرو هكا نحيدو زيرو صافي ونحيدو هاد الزيرو. لا ما كنسامبليفيوش هادو، كنسامبليفيو الفوق مع التحت. دابا هنا شحال بقات ليا؟ بقات ليا 15 على 4. كان شناهي هي 5 فوا 3 صافي فوا 2 حيت عندنا الضرب جوج ديال 20 على التحت. شحال على 5 فوا 3 ياك؟ نسدو القوس ديالنا نضربو عاوتاني نحلو القوس ديالنا. هنا شنو غنديرو؟ غنسامبليفيو باش ب 5 فوا 4. نسينا هنا 4 شتي مزيان. هنا باش نديرو سامبليفيكاسيون راه غادي يطير هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا غادي يبقى لينا واحد وهنا غيبقى لينا جوج صافي. غادي نمشيو للثاني دابا. يلا الثاني سامبليفي معايا. 25 الا قسمنا على 5 شحال تعطينا؟ 25 الا قسمنا على 5 تعطينا 5 والفوق 5 والفوق 10 والفوق 5 10 تسعود 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 8. علاش الا درنا 5 في 10 50 ياك؟ و 5 في 20 100 في 18 غتبقى لنا 18. انا 18 18 شنو هي؟ هي 6 6 فاش نخليوها 18؟ هي 6 في 3 ما غاديش نحتاجو 3 نخليوها 6 او دي نخليوها 18. يلا خليوها 18 مضروبه فاش؟ هنا 10 غادي نختزلو ب 5 شحال تبقى ليا؟ جوج ولتحت شحال؟ 3. حنا دابا غادي نحتاجو دابا هنا سامبليفيكاسيون 18 مع 3 18 مع 3 غتبقى لينا 6 صافي صافي. اذا هنايا غنحاول انا نجمع الاعداد كاملين في كسر واحد. اذا ندير تساوي نجمعهم في كسر هذوك اللي متبقيين كاملين 6. هنا شحال باقي لينا؟ عندنا واحد واحد على جوج مضروب. هنا عندنا جوج مضروب. اذا هنا شحال بقى؟ 6 في جوج ولتحت 5. هنا نسامبليفيو. يلا سير سيدي سامبليفي معايا. 6 مع 2 سير جوج مع جوج صافي. ما عندنا ما نسامبليفيو غير جوج بوحديتها. اذا شحال غيبقى لينا؟ غتبقى لينا 6 5. اذا غتبقى 6 على 5. كنظن بان راه سامبليفيكاسيون راه ساهله وواضحه وباينه. اذا نمشيو ليكزيرسيس سويف. Dans l'exercice 32, si tu économises une somme d'argent et tu en dépenses le 1 quart en premier temps et tu en dépenses encore les 2 cinquièmes en un deuxième temps. Et dans le moral ou la somme d'argent, on dépense le mois, on a de l'argent. و بروميير فوا في دوزيام فوا عاوتاني خسرنا جوج على 4. اذا لا كيسيون ا بوزي كيلي الوغ لا سوم دارجون كو تو افي دي لو ديبار ساشون كيل تو ريست 300 درهم. اذا هنايا تبقى ليا 350 درهم من اللي هو اللي باقي عندي في لارجون ديالي. اذا عندي لا سوم نقص منه هادشي هذا كامل بقات لي 350 درهم صافي. اذا شنو هو لا سوم دارجون اللي كان عندي في لو برومي في اول مره؟ مفهوم؟ شوف كيفاش غادي نديرو ليها باش تفهموا مزيان. اذا حاولوا تبعوا معايا لان هذا الاكزيرسيس هذا شويه كومبليك. اذا هنا سوم دارجون
اللي كان عندي اوكتيميزي يعني باش كان دائما كنعوضو باش كنعوضو قلنا بالقيمه واحد يعني لا توتال. علاش؟ حيت قلنا العدد الكسري عندنا جزئي على الكل، هادشي شرحناه في لوكو واغ. اذا هنا غادي نرمزو حنا العدد السوم دارجون، هاد السوم دارجون غادي نرمزو ليها بواحد. شنو درنا هنا؟ اوكتيميزي اي اون تي اون ديبونس، يعني خسرنا شحال؟ واحد على اربعة. اذا خسرنا واحد على اربعة في بريمير اون زان بريمير طون، اي هو عاوتاني شنو في لو بريمير طون، وفي الدوزيام طون شنو درنا؟ خسرنا اونكور ديبوزي، اذا خسرنا عاوتاني جوج على خمسة. فوالا، اذا هادشي كامل اش غيبقى ليا؟ غادي يبقى ليا لو غيست، صافي. اذا شنو بقى ليا؟ بقى ليا لو غيست. اذا هاد لو غيست هذا عندي شحال كيساوي؟ كيساوي 350 درهم، صافي. مزيان، حتى لهنا تفاهمنا ياك، هادشي باين. اذا عندي الصوم ديالي حيت منو الربع ديالو في الاول، من بعد خسرت منو جوج على خمسة، اذا كيبقى ليا 350 درهم هو لو غيست، و 350 درهم كيبقى لي الغيست اللي كيساوي 350 درهم. واق دابا غادي نحسبو التوتال ديال الديبونس. اذا حنا شحال خسرنا؟ التوتال، التوتال ديال الديبونس حنا شحال خسرنا؟ حنا خسرنا شنو؟ خسرنا واحد على اربعة في الاول، وزدنا عاوتاني خسرنا شحال؟ جوج على خمسة. اذا شحال التوتال الى وحدنا المقام هو 20؟ اذا انا غنضرب في خمسة غتعطيني هي خمسة، وهنا غنضرب في اربعة هي 8، اذا زائد 8. اذا العدد الكسري اللي كيمثل ليا لا ديبونس، التوتال ديال الديبونس نكتبو هنايا باش نفرقو، التوتال ديال الديبونس. اذا التوتال ديال الديبونس قلنا العدد الكسري اللي كيمثل ليا التوتال هو 13 على 20. واذا حنا خسرنا 13 على 20. انا غادي نوريكم هادشي نشرحوه في الدائره باش تعرفوا واش هادشي صحيح ولا لا. اذا 13 على 20 هي اللي خسرنا، صافي. اذا خاصني نقلبوا على العدد الكسري اللي كيمثل ليا لو غيست. اذا شنو هو العدد الكسري اللي كيمثل ليا لو غيست؟ هو واحد، زعما انا في فراكسيون اللي كتمثلنا لو غيست. اذا فراكسيون دو غيست، لو غيست اش خاصنا نديرو؟ اذا خصنا نكتبو واحد ناقص هذاك الشيء اللي ديسبوزينا اللي خسرنا اللي هي 13 على 20. فوالا، اذا غنوحدو المقام. شنو قلنا توحيد المقام؟ 20 في 1 ناقص 13 غتعطيني هي 7 على 20. هاد 7 على 20 كتساوي ليا شحال؟ كتساوي ليا 350 درهم، حيت هي لو غيست. 7 ديال لي بار من 20 كتساوي 350. حنا خاصنا نقلبو على بار واحد. فوالا، وحتى لهنايا راه وصلنا النص ديال الباب. اذا عندنا لا فراكسيون ديالنا اللي كتمثلنا 320 درهم ديال لو غيست، هي علاش غادي نبازي؟ اذا انا غادي نبازي غير على هاد جوج عمليات. هذه الاولى عقلوا عليها، يعني توتال ديال ديبونس، والثانيه لو غيست، العدد الكسري ديال لو غيست. اذا انا نقلب على واحد على 20 شحال كتساوي؟ كي غندير ليها؟ كي غندير هذه واحد على 20؟ اذا قلنا غادي نقلبوا على البري ديال حصه واحده. اش غادي نقولوا؟ نسميه مثلا اكس. هاد اكس ديال حصه واحده شنو هو؟ هو 350 درهم. غنقلبوا عليه حنا بالدرهم، هو 350 درهم غادي نقسموه على العدد اللي هو 7 على 20. اذا غادي نحسبوا شحال كيعطينا. يعطينا هو 350 درهم. اش غنديرو؟ غادي نضربوه في 20 على 7. فوالا، غادي نضربوه في 20 قسمه على 7. مزيان. اذا هنايا شحال غتعطينا؟ 35 في 2 غتعطينا هي 700، ونزيدو ليها الصفر هي 7000، وغادي نقسموه على ايش؟ على 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 7. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 1000 درهم، صافي. اذا هذا هو لو مونطون التوتال اللي عنده، هو 1000 درهم. ديال شاد 1000 درهم هو التوتال. منين جبناه باش نتاكدوا؟ اذا شحال كان عندي انا في الاول؟ شحال خسرت ديبونس باش نلقى ديبونس؟ حنا عطيتكم النتيجه النهائيه. اذا ديبونس شنو هو؟ 350
غادي نضربوها فاش في 13 وغادي نقسموها على ياش 20. اذا شحال غتعطيني؟ غتعطيني 650 درهم. صافي. اذا هاد 650 ديالاش هذا ديال لو ريست. حنا شنو حسبنا في الاول؟ قلنا 13 13 هي 13000 بلاتي. انا قلنا لو ريست هو 7 على 20. لو ريست هو 7 على 20 اللي كيعطيني 350. هذا هو لو ريست. اذا لو ريست باش نعرف بار واحد خرج لي 1000 درهم. صافي. ودابا حنايا خصنا نقلبوا على داكشي اللي خسرنا حنا. اذا شحال خسرنا؟ خسرنا 650 درهم هي اللي خسرنا. خسرنا 650 درهم. اذا لا طوطال ديالي اللي عندي هي شنو؟ هي داكشي اللي خسرت. اللي خسرت اللي هو 13. خسرت 13 على 20. غادي نزيد عليها لو ريست ديالي اللي هو 7 على 20 اللي كيمثل عدد كسري باش يعطيني شحال؟ 20 على 20 باش يعطيني واحد. اذا كيساوي هذه شحال لقيناها؟ احنا حسبناها هي 650 درهم. غادي نزيدو عليها لو ريست. شحال عندنا لو ريست؟ 350 درهم باش يعطينا لا توتال ديالنا اللي هو 1000 درهم. اذا 1000 درهم هو المونطون اللي كان عندي انايا في الجيب اون ديبار. صافي. اذا هذا هو المونطون ديالنا. اذا باش نتحصلوا عليه بطريقه اخرى راه حنا كنشد العدد وكتقسموا على لو ريست باش يعطيك 1000 درهم. اذا انا درت بالطريقه الاولى هنا ودرتها بالطريقه الثانيه هنا. اذا الى درت سلاو الحل التمارين الاولين خليتكم على خير. تبارك الله عليكم والله يوفق الجميع. اذا ما تنساش انك تابونا معنا فلاشين ودير لايك الفيديو وتبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك. وما عليك الا تشوف فيديوهات اخرين في هذا الفيديو. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.